رأى الحسن البصري جنازة فقال: حامل اليوم محمول غدا. لما تجد هذه الجنازة، احنا نصلي في الثنيان او في الفيصلية او هنا وهنا، توقع انت صاحب هذه، انك صاحب هذه الجنازة. سبحان الله العظيم، توقع انت تكون صاحب هذه الجنازة اخي الحبيب. ولذلك ما احد ينجو من الموت. ولذلك من عظم لقاء الله عز وجل لما حضرت النبي الوفاة عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل خيره بين الخلد في الدنيا وأموالها، قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. لا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فمن رحمة الله عز وجل أن يقيمنا في تلك الأيام لنهتبل ما فيها. يا إخواني، خير أيام الدنيا، أنت متوقع الأمر؟ خير أيام الدنيا، أفضلها على الإطلاق. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، من هذه العشر. الصحابة أعظم شيء عندهم كان أن يذهب الرجل بنفسه وماله لربي عز وجل، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.